السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. مش عارف أقول لكم إيه، الواحد حاسس إن نهاية الطريق طويل جدا قعدناه في السويتشنج، يعني تقريبا دي المحاضرة رقم 36 على ما أعتقد. 35 محاضرة شرحنا فيها النتورك فاندمنتالز، شرحنا فيها السبنتنج، شرحنا فيها خلصنا فيها منهج السويتشنج. احنا خلصنا منهج السويتشنج. النهارده باذن الله سبحانه وتعالى هنحل بقى تشالنجينج لاب بارت 1. ايه فكره التشالنجينج لاب؟ على فكره فكره التشالنجينج لاب انا بعملها حتى في اي كورس انا بديه، يعني انا وانس ان انا خلصت كورس معين انا بعتبر نفسي ان انا خلصت تراك السويتشنج، انا يعتبر فعلا احنا خلصنا تراك السويتشنج. فطالما احنا خلصنا تراك السويتشنج لازم احط لك لاب، بما انك بالذات راجل بتدرس سي سي ان، يعني انت لسه بدايه طريقك. فاحنا في اللاب ده هنطبق كل حاجه خدناها في المحاضرات اللي فاتت، كل حاجه في الجانب العملي، وكذلك ده موجود في بارت 1. تمام، بارت 2 بقى هناخد تفصيلات في مايكروسوفت، هنتعلم ازاي نسيت اب دومين، ازاي نسيت اب دي اتش سي بي سيرفر على مايكروسوفت، ازاي نعمل اديشنال دومين، ازاي نعمل اديشنال او فيل اوفر دي اتش سي بي، ازاي مثلا نكونفيجر الجروب بوليسي، ازاي نعمل جروب بوليسي، ازاي نعمل فايل سيرفر، ازاي نعمل بوليسيز على الفايل شيرنج، والقصه دي كلها ده في بارت 2. اعتقد ان الفيديوهين دول هيكونوا طوال في المده، انا لسه لحد دلوقتي ما اعرفش، انا لسه بادئ اهو تسجيل معاكم. فنبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونشوف التوبولوجي. دي التوبولوجي اللي احنا هنشتغل عليها، اوكي؟ بمنتهى البساطه هو يعني في اللاب ده، تعالوا بس نعمل زوم، نحاول نعمل زوم كده مثلا، لا مش للدرجه دي، ده كده قليل قوي، نحاول مثلا نخليها كده مثلا، اها، او كده مثلا. ممكن نجيب كده، اعتقد تبقى اوضح شويه. طيب تعالوا نبص بقى مطلوب ايه في اللاب ده. بصوا يا جماعه، هنبدا نعمل بيزك كونفيجريشن على كل الايه الاجهزه دي كلها، هنعمل بيزك كونفيجريشن على كل الاجهزه دي. تمام، خلي بالك ان هو طالب منك هنا في ال طالب في الريكويرمنتس، بيقول لك ايه بقى، ان ده طبعا ده شيت 2 في الاوبجكتيفز. تعالوا نبص على شيت 1. شيت 1 طالب منك ايه بقى؟ سيت بيزك كونفيجريشن اون ايتش ديفايس، اعمل بريفليج اكونت يوزر ادمن باسورد سيسكو، بريفليج اكونت عشان تخش بيه كونسول او فيديو، كونسول او فيديو واي سواء تلنت او اس اس اتش، انيبل سيكريت سيسكو، انا مش عايزك تعمل انيبل باسورد خالص بقى، كونفيجر دومين نيم فور ايتش ديفايس تو ديباجز داش اي جي دوت كوم، اللي هو الاي بي دومين داش نيم، كونفيجر نيم سيرفر 192.168.0.2.0.3، يعني ازاي احدد على الراوتر وعلى السويتش اي بي الدي ان اس. تمام، كونفيجر ار او اس راوتنج اون ستيك اون ديباجز داش راوتر فور كايرو سايت اس في اي on all switches. هندي كل switch بقى ايه انتر اي بي، اي بي الانترفيس فيلان 1 او 10 او 20 او 30 او 40 حسب بقى ما ايه هنقرر واحنا بنشتغل في الكونفيجريشن. كونفيجر في تي بي بدومين تو ديباجز داش اي جي دوت كوم فور كايرو سايت، انيبل دوت 1 كيو ترانكينج اون ايتش سويتش فور كايرو سايت، هنعمل ترانكينج دوت 1 كيو، يعني انا هنعمل بيزك كونفيجريشن، هنعمل كونفيجريشن اس اس اتش، هنعمل الترانكينج، كذلك اللاسب، وهنشتغل الرابيد بي في اس تي بي وباجب ده في الالكس سايت، وهنعمل بورت سكيورتي. اعتقد ان احنا مش هنخلي حاجه في الشغل اللي احنا هنعمله في اللاب اللي احنا هنشتغله. فاللاب ده سيسكو بس، اللاب الجاي ان شاء الله هنشتغل على ايه سوليوشن مايكروسوفت. تمام، فنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا اللابات اللي فاتت كنت بشتغل على اللابتوب بتاعي، اوكي، لكن انا في اللاب ده طبعا انا هبدا اشتغل ايه على السيرفر. تمام، فنبدا كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم. ده الايه التوبولوجي اللي احنا هنشتغل عليها. ممكن نعمل كده زوم. لو لاحظتوا في الديزاين ده انا معتمد على سيسكو هيراريكال ديزاين هنا، يعني انا ده كور، عندك تو ديستريبيوشنز، عندك الاكسس لاير سويتشز، وهنا بقى ايه على اليمين ديزاين عادي خالص.
فنبدا بسم الله الرحمن الرحيم بكونفيجريشن الراوتر. هنبدا بقى بيزك كونفيجريشن من ناحيه الايه الراوتر، وبعدين نرمي على السويتشات برضو بيزك كونفيجريشن بتاعتها. طبعا هنا بيقول لك would like to enter the initial configuration dialog، انا هعمل نو لان انا دوست يس. هيخليك تعمل الكونفيجريشن بس باسلوب حواري، الاي بي كام، الاي بي كذا، مش عارف الهوست نيم ايه، الهوست نيم كذا. طبعا الموضوع ده مش هينفعنا، احنا ناس بقى المفترض بروفيشنال، مش عايزين بقى نمشي بايه، احنا مش ناس بيجنرز يعني. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم بالراوتر، دوس بقى ايه انتر. اوكي طيب، اول حاجه طبعا انيبل انيبل كونف تي لاين كون زيرو لوجين سينكرونس، عشان بس ايه لما نيجي نكتب الكونفيجريشن الدنيا ما تبصش معانا. هوست نيم ديباجز داش راوتر، اها طيب كلام جميل. انيبل سيكريت، طالب انيبل سيكريت سيسكو. اليوزر نيم، هعمل يوزر لوكال اكونت، يوزر نيم ادمن سيكريت. اما اعمل سيكريت اما 0 او 5، ال 5 دي يعني لو هكتب السيكريت الباسورد انكريبتد اوريدي اتس انكريبتد، لكن انا ما عنديش الباسورد انكريبتد، انا هعملها ان كلير او ان انكريبتد وهو يعمل لها انكريبتنج. تمام، فانا هعملها هنا سيسكو. تمام، بعد كده عايز اعمل بانر ريموت دي رساله تحذيريه، ها ممكن بانر ريموت دي، وندوس بقى الايه الباور ساين، بعد كده ندوس انتر يفتح لنا بقى سطر نكتب فيه براحتنا. نكتب هنا unauthorized access is prohibited، ها وندوس هنا asterisks. تمام، وبعدين ندوس انتر. عايز افنش في السطر الفاضي، ادوس شيفت باور ساين اللي هو رقم 6 عندي في الكيبورد. تمام، وادوس انتر. طيب كلام جميل. بعد كده هعمل الاي بي دومين نيم، عايز احدد بقى الايه الدومين نيم بتاعي، ديباجز داش اي جي دوت كوم. النيم سيرفر اي بي دي ان اس، اي بي نيم سيرفر الدي ان اس عندي 02 و03، ممكن تعمل واحد كمان مثلا 04، ممكن تعمل كده واحد كده تعمل 04، لكن انا عندي 2 دي ان اس سيرفر المفترض عندي اللي هو سيرفر 1 وسيرفر 2. ده يا جماعه السيرفرات اللي انا هشتغل عليها، هو سيرفر 1 وسيرفر 2، ويندوز سيرفر 2012 هنا وهنا. تمام، هخلي واحد يشتغل كبرايمري كدومين كنترولر، واحد يشتغل كباك اب. ده ان شاء الله بقى هيوضح ايه الايه المحاضره الجايه. اكمل البيزك كونفيجريشن بتاعتي. هعمل ايه تاني؟ اخش على لاين اكونفيجر الاس اس اتش كريبتو. طبعا الاس اس اتش محتاج هوست نيم، ومحتاج تحدد الاي بي، تحدد الدومين نيم، وكذلك بقى تبدا تعمل ايه السيرتيفيكت بتاعتك، كريبتو كي جنريت ار اس اي مودلز، احدد السايز بتاعها. اقصى سايز تقريبا على الراوتر اللي انا شغال عليه ده 2048. دلوقتي بقى بيجنريت الار اس اي كيز، اها حلو قوي. بعدين طبعا هو باي ديفولت حدد الايه الاس اس اتش فيرجن 2 ال 1.99 ده اللي هو فيرجن 2. لو ما جابلكش الرساله دي اللي هو يعني اوتوماتيك المفترض يس انيبل الاس اس اتش، لكن في بعض الراوترات انا اشتغلت عليها ما كانش بينيبل الاس اس اتش وانس ان انا عملت الكريبتو كي. فاعمل ايه عشان انيبل الاس اس اتش بقى، اجبر الراوتر ان هو ينيبل الاس اس اتش؟ اي بي اس اس اتش ها فيرجن، وحد الفيرجن بتاعي 1 او 2، احنا هنشتغل على فيرجن 2. كلام جميل. بعد كده اخش على اللاين كون زيرو لوجن لوكال. ليه؟ لان انا عايز اللي يخش كونسول يطلب منه اللوكال اكونت اللي انا لسه مكريته، هو اليوزر نيم ادمن والباسورد او السيكريت بتاعته سيسكو. وبعدين لوجن سينكرونس عشان رساله السيس لوج مسج انا لسه كاتبها اوريدي. وبعدين نو اكزاكت تايم اوت، عايز الغي التايم اوت سليبنج. ان ايه هو التايم اوت؟ التايم اوت هي الفتره الزمنيه اللي انت لو الراوتر ما تمش ادخال عليه اي امر، الراوتر هيقوم طالع بره خالص بره الكونسول. تمام، يعني هيطلع لك المفترض كده. اها اها تمام. طبعا لان انا كاتب لوجن لوكال تحت الكونسول فهيطلب مني اليوزر نيم باسورد سيسكو انيبل سيسكو بعدين كونف تي ارجع تاني. طيب لاين في تي واي 0 ليه كام بقى؟ انا عندي بالراوتر هنا 0 ل 18069. في هنا ملحوظه، في هنا ملحوظه، لو انا جيت كتبت مثلا من 0 ل 15 ومن 16 ل 1869 ممكن اكتب من 0 ل 15 باسورد سيسكو مثلا، ومن 16 ل 1869 اكتب مثلا باسورد سيسكو 123. اوكي، فهنا اول 16 واحد هيخشوا هيبقى الباسورد بتاعهم سيسكو، ومن اول رقم 17 لحد 1869 هيطلب منهم الباسورد اللي هي سيسكو 123. وضحت الجزئيه دي يا جماعه؟ طيب لاين في تي واي 015 هعمل
لاين لاين كون زيرو انا لاين في تي 1 كده كده دخلت عليها ماشي. اللوجن لوكال بعدين لوجن سينكرونس نفس الكلام اللي تحت اللاين كون زيرو هنا هكتبه اكزاكت تايم اوت. طيب انا كده يعتبر عملت البيزك كونفيجريشن الخاصه بالراوتر. طيب كلام جميل. السويتش نفس البيزك كونفيجريشن بتاعت الراوتر ولكن يختلف ان السويتش اصلا مش الاي يعني الاي او يو سويتشنج في الجينس 3 مش بيسبورت الاس اس اتش. فانا هعمل برضو هنا هوست نيم كايرو كور تمام كايرو كور. طيب يوزر نيم ادمن سيكريت 0 سيسكو تمام. وبعدين لا مفيش باسورد هنا بقى انيبل سيكريت سيسكو عشان يطلب لاي شخص بيخش من اليوزر اكزاكت مود الى البريفليج مود. طيب كلام جميل. ثم هعمل اي بي دومين نيم ديبجز داش ايجي دوت كوم. وبعدين هعمل اخش بقى اعمل بانر ايموتي دي بانر ايموتي دي ها واكتب برضو نفس الايه القصه عندي unauthorized access is prohibited تمام جدا. وادوس شيفت برضو باور ساين اطلع بره. وبعدين اخش على ايه لاين كون زيرو لوجن لوكال لوجن سينكرونس نو اكزاكت تايم اوت عشان الغي السليبنج تايم ايدل. وبعدين هخش على لاين في كيو اي 0 ل 15 لا من 0 ل 4 هنا في الاي او يو يعني اقصى حاجه تقريبا هي من 0 ل 4 من 0 ل 4. طيب بعدين هعمل بقى ايه باسورد لا مش هعمل باسورد هعمل لوجن لوكال وبعدين لوجن سينكرونس وبعدين نو اكزاكت تايم اوت وبعدين ممكن اعمل هنا ترانسبورت انبوت تيلنت ترانسبورت او ممكن اعمل ترانسبورت انبوت اول يعني الاول هيشغل بقى الايه كل البروتوكولز دي تمام. لكن لا انا عايز اخليه تيلنت يعني انيبل التيلنت بس على الايه السويتش يعني اللي يخش تيلنت بس ريموت ليه على السويتش. ممكن على الراوتر هنا ارجع اعمل ترانسبورت انبوت تيلنت اس اس اتش او ممكن اعمل ايه اس اس اتش بس ممكن اعمل هنا اس اس اتش بس تمام. طيب اروح بقى هنا على كايرو كور هنا انا يعتبر برضو خلصت الايه البيزك كونفيجريشن برضو على الايه السويتش. طبعا انا عشان ما اضطرش بقى ايه اكرر نفس القصه دي على السويتشات الباقيه فانا هتلاقي في الملف هتلاقي في ملف اللاب البيزك كونفيجريشن اوكي البيزك كونفيجريشن الموجوده. طبعا انا ما حددتش النيم سيرفر على السويتش كايرو كور حددتهوش. ده طبعا البيزك كونفيجريشن اللي هتدخله على ايه على كل سويتش تمام. طبعا الثلاث اوامر اللي تحت دول ده عشان بس ما يجيلكش الايه الرساله دي تمام. الرساله دي بس ايه فيها بتعبر يعني بتقول لك يعني الايه البروسيسور بس بتاع الاي او يو اليوتيلايزيشن بتاعه عالي. طب فانا هاخد كل الايه الكومنتس دي تمام وهكبيرها على اروح مثلا هنا على كايرو كور اهو بصوا تمام. واروح على ديستريبيوشن 1 او شيت. طيب اوكي عشان بس انا ما عملتش الانيبل ممكن اضيف من فوق كده قبلك يعني قبل كونفي تي يقول انيبل ادوس كنترول اي كنترول سي واروح على ديستريبيوشن 1 هنا بصوا تمام. اروح على ديستريبيوشن 2 تمام. اروح هنا على اكسس 1 عظيم جدا. نروح هنا جميل واروح على اكسس 3 واكسس 4 تمام. وبعدين اروح على اليكس كور واروح على اليكس اكسس 1 تمام. واروح على اليكس اكسس 2 تمام اهو حلو قوي كده كده تمام. اخش بقى ممكن يعني انا خلي بالكم بس انا ايه عايز بقى ايه اضيف الهوست نيم لكل جهاز عندي. فمثلا كايرو ده كايرو دي اس دبليو ده اللي هو ديستريبيوشن يعني فانا هكتب بقى هوست نيم كايرو دي اس دبليو داش 1 هعمل كده بقى على ايه كل سويتش هنا هوست نيم كايرو دي اس دبليو داش 2 و
هوست نيم كايرو اكسس داش 1 وهنا هوست نيم كايرو اكسس داش 2 وهنا برضو هوست نيم كايرو اكسس داش 3 وهنا برضو هوست نيم كايرو اكسس داش 4 و اليكس كور ده بقى هوست نيم اليكس اليكس كور وهنا برضو اليكس لا هوست نيم اليكس اكسس 1 وهنا برضو هوست نيم اليكس اكسس 2. حلو قوي، يعتبر انا كده عملت البيزك كونفيجريشن على كل ايه، على كل ديفايس قصادي. طيب طيب نبدا بقى ايه نشتغل على الراوتر. عشان اعمل ايه على الراوتر دلوقتي؟ اللي انا هعمله على الراوتر هدي انتر اي بي للفاست ايثرنيت سلاش 1 وكذلك هكاري سب انترفيسز لفاست ايثرنيت سلاش 0. خلي بالكم ان اليكس سايت هو في فيلان واحده بس اللي هو فيلان 1، لكن انا عامل اربعه فيلان عندي في كايرو سايت زي ما هو موضح قصادكم في التوبولوجي. فانا على الراوتر هعمل 4 سب انترفيسز وكذلك نفس الكلام هعمل فاست ايثرنيت سلاش 1 اديلها اي بي، ولكن انا مش هعمل دي اتش سي بي سيرفر على الايه الراوتر، لان انا هسطب الدي اتش سي بي من السيرفر مايكروسوفت اللي انا ايه هشتغل عليه. طيب تعالوا بقى نبدا ايه نشتغل على الراوتر. نخش كده على الايه الحاجه السهله الاول، اخش على انترفيس فاست ايثرنيت سلاش 1 ده اللي بيوصل من الراوتر الى مين بقى؟ الى اليكس كور. اليكس كور طيب ادي له الاي بي، اي بي ادرس 192.168.0.1 سلاش 28 دي معناها كام؟ 255 اذا كان 27 ده 224 يبقى ده 240 نو شوت. بعدين اعمل دوبلكس فول اوكي عشان بس ما اعملش مس ماتش دوبلكس مس ماتش مع الانترفيس اللي على الاليكس كور. طيب اروح بقى على ايه اليكس كور، ممكن بقى ده في الاخر نعمله. ارجع تاني ديبجز داش راوتر فاست ايثرنيت سلاش 0 اعمل نو شات برضو 0 سلاش 1 عايز اعمله نو شات. اوكي انا تقريبا عملت نو شات ل 0 سلاش 1 انا ما اعتقد يعني. طيب نروح الى 0 سلاش 0 اي بي اعمل له نو شات وبعدين اكريت بس سب انترفيس 0.0 سلاش 0.10 انكابسوليشن دوت 1 كيو 10 اي بي ادرس. ده بقى اللي هيبقى ديفولت جيت واي بالنسبه لايه لفيلان 10. تعالوا نبص كده فيلان 10 الاي بي بتاع الاي بي بتاعت النتورك بتاعتها كام؟ 172 دوت 16 طيب نبدا تاني كده 172.16.0.1 26 يعني 192 في الخانه الرابعه وبعدين برضو 20 هيبقى 65 و بس لازم اعمل انكابسوليشن. يقول لك هنا configuring IP routing on a LAN sub interface is only allowed if that sub interface is already configured as a part of an IEEE 802.1Q dot 10 او dot 1Q or ISL. انا طبعا شغال بالدوت 1Q هخليه هنا 20 وبعدين ادي الاي بي. كلام جميل. هروح على 30 انكابسوليشن 30 الاي بي هيكون كام بقى؟ هيكون 129. عظيم جدا. نروح الى 40 40 و 225 تمام. طيب اعمل بقى برضو فاست ايثرنيت سلاش 0 ارجع لها كده واخليها دوبلكس فول. الدوبلكس مود بعمله من الجنرال فيزيكال انترفيس مش من السب انترفيس. تمام كلام جميل. فاضل بس حاجه اخيره هعملها على الراوتر، ده هعمله بقى تحت كل سب انترفيس. بصوا يا جماعه بس قبل ما اعمل الكلام ده تعالوا نشرح الجزئيه بتاعه الدي اتش سي بي ريلي. بصوا يا شباب بمنتهى البساطه انا عندي الراوتر اوكي
متصل بسويتش، ماشي، سويتش متصل هنا بسويتش وهنا بسويتش، اوكي. الدي اتش سي بي سيرفر مثلا هنا، طيب لو انا عندي بي سي عايز ياخد اي بي من الدي اتش سي بي سيرفر ده، فهيبعت دي اتش سي بي ديسكفر، ودي رساله برودكاست، ولكن الراوتر لما يجي يستقبل الدي اتش سي بي ديسكفر هيوقفها، مش هيعديها الناحيه الثانيه. ما هو لازم الدي اتش سي بي ديسكفر تروح الى الايه، الدي اتش سي بي سيرفر. طيب كلام جميل. عشان احل القصه دي، انا عايز الدي اتش سي بي سيرفر يعدي الراوتر يعديها للايه، للدي اتش سي بي سيرفر من البي سي اللي بيبعت دي اتش سي بي ديسكفر. اعمل ده ازاي؟ عن طريق ان انا اكتب امر، يعني مثلا لو ده فاست ترانزيت 0 تحت 0/0 هكتب امر اسمه اي بي هيلبر ادرس، هيلبر ادرس، تمام، والاي بي بتاع الدي اتش سي بي سيرفر اللي هو مثلا 10 مثلا، يعني 10.0.1. اوكي كده الجهاز ده اما يجي يبعت دي اتش سي بي ديسكفر، الراوتر هيستلم الدي اتش سي بي ديسكفر ويحولها من برودكاست ليونيكاست. من ايه؟ من برودكاست ليونيكاست، يعني هيطلع الباكت على ديستنيشن اي بي 10.0.0.1. انا وريتكم الكابتشرز بتاعت الباكت بتاعت الدي اتش سي بي ريلي في احد محاضرات النتورك فاندمنتلز، اوكي. دي يعني دي وريتها لكم، اوكي. طيب كلام جميل. بعد كده الدي اتش بي سيرفر هيستلم الدي اتش سي بي ديسكفر ويقوم باعت الاوفر على السورس، على الاي بي بتاع الراوتر اللي هو الاي بي بتاع فاست ترانزيت 0، لان الراوتر لما بيجي يطلع دي اتش سي بي ديسكفر بيحولها من برودكاست لايه، ليونيكاست. فده الديستنيشن اي بي بتاع دي اتش سي بي ديسكفر، وهيصبح السورس اي بي كام؟ السورس اي بي هيكون الاي بي بتاع الراوتر. هفترض الاي بي بتاع الراوتر مثلا يعني 192.168.0.1، فهيحط في السورس اي بي هنا ايه، 192.168.0.1، اوكي. فالسيرفر لما يجي يستلم هيبعت على ديستنيشن اي بي ده. فالراوتر لما يجي يستلم الدي اتش سي بي ديسكفر، اوكي، هو عارف ان في جهاز موجود في الشبكه بتاعته كان طالب اي بي، فيقوم مفرود الباكت بتاعت الدي اتش سي بي اوفر، لان الجهاز اصلا طلع عن طريق الراوتر، الراوتر حوله، عمل تحويله من برودكاست ليونيكاست. فالدي اتش سي بي اوفر هتوصل على الاي بي ده بتاع الراوتر، فالراوتر هيستلم وهيقوم باعت على الجهاز بمعلوميه الماك ادرس بتاعت الجهاز، لان الجهاز تيل ناو مش واخد اي بي، تمام كده. ده كلام جميل جدا. فده بقى ايه اللي هنعمله دلوقتي. بس خلي بالكو، انا قصادي 4 سب انترفيس، فانا هدخل الامر ده 4 مرات، تمام، لان انا عايز اخلي الاربعة فيلان ياخدوا الدي اتش سي بي اي بي من الدي اتش سي بي سيرفر الريموت اللي هو موجود في اللان اللي على اليمين. طيب كلام جميل. انزل لي الكونفيجريشن هنا بقى، دوت 10 الامر اي بي هيلبر ادرس 192.168.0.3 دوت 2، وممكن احط برضو هيلبر ادرس دوت 3. لو جيت عملت دو شو ران يعني هيشتغل ده، ولو ما عرفش يوصل لده هيشتغل على ده. يعني يعني انا دلوقتي انا هيبقى عندي 2 دي اتش بي سيرفر يا جماعه، بس الاثنين دول هيبقى واحد يشتغل برايمري وواحد يشتغل باك اب، او ممكن اشغل الاثنين مع بعض واعمل فيل اوفر ما بينهم، او اعمل، انا اسف، اعمل لود بالانس ما بينهم. ده طبعا هيظهر في المحاضره الجايه اما نيجي نشتغل على السيرفر بتاع مايكروسوفت. لو جيت عملت دو شوران انترفيس باس لتنزل 0.10، ها هو بصوا سيف الايه، التو كومنز اللي انا دخلتهم. هعمل نفس الامر ده بقى على الايه 20، نفس الكلام، مره على 2 مره على 3، بعدين 30 مره على 2 مره على 3، وبعدين 40 هعمل مره على 2 مره على 3، وهكذا وهكذا. طيب كلام جميل جدا. حلو، انا يعتبر كده خلصت anything related للراوتر. طيب هبدا اشتغل فين تاني؟ هروح على، تعالوا نبدا ايه، نشتغل على السايت ده لانه اسهل شويه. هروح للالكس كور، تمام، نبدا بقى نعمل ايه شويه حاجات عليه كده. اولا انترفيس ايثرنت 0/0 دوبلكس فول، هخليها دوبلكس فول عشان تماتش الدوبلكس مود بتاع الراوتر، لان هو هنا بيقول لك دوبلكس مس ماتش ديسكفر اون ايثرنت 0/0 نوت فول دوبلكس، ايثرنت 0/0 نوت فول دوبلكس with debugs-router.debugs-eg.com. ده فايدة الدومين نيم يا جماعة، بصوا ده فايدة الايه، الدومين نيم، بحيث ان اصلا فاست ترانزيت عشان الراوتر دي فول دوبلكس، يعني هو بيقول لك انا مش فول دوبلكس والراوتر فول دوبلكس، ففي مسماتش. كلام جميل. بعد كده
هبدا اكريت البورت شانلز بتاعتي، هبدا اكريت الاي البورت شانلز بتاعتي. خش انترفيس رينج ايثرنت 0/1 الى 2، 0/1 الى 2 اللي هم دول تمام، اللي هم واصلين بالالكس كور للالكس اكسس تمام. سويتش لا شانل جروب 1 مود، هو قال لي اعمل ده لاسب والناحيه الثانيه باجب. اوكي فانا هعمل ده باجب، هعمل هنا اكتف، هخليهم كلهم اكتف، واعمل برضو رينج من رينج 1 ل 0 و 0/3 channel group 2 mood active تمام. اوكي وبعدين انا عايز اتاكد ان الالكس كور ده هو الروت وكونفيجر عليه الار اس تي بي تمام. فهرجع اكزت، هعمل الاول سبانينج تري باي ديفولت، السويتشات دي شغاله بالبي في اس تي مش الار اس تي بي. انا هخلي بقى انا عايز انقل الار اس تي بي، يبقى هعمل سبانينج تري مود ار اس تي بي تمام رابد بي في اس تي اللي هو الار اس تي بي، وبعدين هعمل spanning tree VLAN 1. انا ما عنديش الا VLAN 1 اصلا root primary تمام جدا. طيب وبعدين هعمل spanning tree هعمل backbone، الباكبون فاست والابلينك فاست مش مالهمش لازمه هنا لان already الRSTP يعني بيشتغل بالاليه بتاعت الباكبون فاست والابلينك فاست. ممكن اعمل هنا loop guard، loop guard default تمام. وبرضو spanning tree اعتقد كده ايه، مفيش اي حاجة تانية مستاهلة يعني ان انا اعملها كسيكوريتي. طيب هروح الى alex-access-1 تمام. تعالوا نبص كده تمام، نرفع كده الايه اوكي. طيب انترفيس رينج ايثرنت 0/0 الى 1، ده اللي وصل من اليكس للكور، السويتش ده للكور. اوكي طيب شانل جروب 1، شانل جروب 1 مود اكتف، وانترفيس رينج ايثرنت 0/2 الى 3 شانل جروب 2 مود اكتف. اوكي كلام جميل. وبعدين هعمل سبانينج تري، هعمل سبانينج تري مود ار اس تي بي. بعدين يعتبر كده ايه انا الدنيا اتظبطت معايا. اروح على وممكن اعمل spanning tree بقى ايه loop guard spanning tree loop guard default، وهعمل enable port fast على switch الايه الالكس اكسس تمام. هعمل كده port fast default تمام، حلو قوي و اها عظيم جدا. طيب وه انيبل الروت البي بي ديو فلتر بورت فاست بي بي ديو فلتر، لا هعمل بي بي ديو جارد، هعمل بي بي ديو جارد ديفولت على كل بورتات الاكسس، حلو قوي كده. طيب انا لو عايز ابص على انا ما عملتش لحد دلوقتي كونفيجريشن اي ترانك يا جماعه، لان انا اصلا ما عنديش الا فيلان واحده بس، فمش مستاهل ان انا اعمل ايه كونفيجريشن الترانك. هو لو جيت عملت مثلا شو انترفيس ترانك هو هنا اعتبر، هنا اعتبر تمام ان بي او 1 مثلا ده اللي وصل على الاكسس الكور ديزايربل، واشتغلوا بالاي اس ال، واشتغلوا بالايه؟ واشتغلوا هنا بالاي اس ال تمام، عظيم جدا. 0/2 0/3 مفترض يتشالوا ويتحط مكانهم بي او 2، ولكن انا لحد دلوقتي ما عملتش كونفيجريشن البورت شانل على الناحيه الثانيه، فهو لحد دلوقتي اليكس اكسس يعني على الناحيه الثانيه اللي هو اليكس اكسس يعني ال 0/2 0/3 دول داخلين في بي او 2 اللي واصلين من اليكس اكسس 1 ل 2، من اليكس اكسس 1 من ده الى ده تمام. فانا لسه ما عملتش على اليكس اكسس 2، فما اعتبرش ان هم ايه بي او 2 يعني. اوكي كلام جميل. اروح الى اليكس اكسس 2، هعمل انترفيس رينج ايثرنت 0/0 كام بقى، تعالوا نبص كده نرفع شويه كده 0/0 الى 1 شانل جروب 1 مود اكتف، ورينج 0/2 الى 3 channel group 2 mood active، عظيم جدا. طيب دلوقتي بقت ايه لو انا رحت كده، بصوا الاثنين دول المفترض هيتشالوا وتحطوا مكانهم بي 2، تعالوا نبص
اهو اتحط مكانهم اي بي او 2، لان هو عمل اكتيفيشن خلاص للبي او 2 او البورت شانل 2 اللي رايحه من اليكس اكسس 1 الى 2. وانس ان انا عملت 2، لان هو مش هي يعني مش هيعترف ببورت شانل 2 الا اما اليكس اكسس 2 اكونفيجر عليه بورت البورت شانل على الناحيه الثانيه. تمام، طيب عظيم جدا. وبرضو هعمل سبانينج تري، سبانينج تري مود ار اس تي بي، وبعدين سبانينج تري لوب جارد ديفولت، وبعدين هعمل سبانينج تري بورت فاست ديفولت. سبانينج تري البورت فاست ديفولت دي معناه ان انا هانيبل بورت فاست على ايه؟ كل الاكسس بورتس. تمام، بورت فاست هعمل برضو بي بي ديو جارد، بي بي ديو جارد ديفولت، اها ان انا هانيبل بي بي ديو جارد على كل الاكسس بورتس برضو. عظيم. طيب انا دلوقتي يعتبر كده هيأت الوضعية بتاعت الاليكس سايت. تعالوا بقى نتنقل الى الايه الوضعية بتاعت كايرو سايت. هروح على اليكس او انا اسف بقى كايرو كور، نركن الراوتر كده التاب بتاعته على الشمال كده، نروح الى كايرو كور انترفيس ايثرنت 0/0 دوبلكس، اول حاجة كده دوبلكس بول، وبعدين ده ترانك لازم يعني ايه هبدا اعمل الترانك بتاعي انكابسوليشن دوت 1 كيو، لان انا عندي عندي اكتر من فيلان هنا، عندي 4 فيلان الى بالاضافه الى فيلان 1. بعدين سويتش بورت مود ترانك، ممكن اعمل هنا بقى سويتش بورت ترانك اللاود فيلان 10 20 30 و 40. عظيم عظيم جدا. انا عايز اخلي السويتش الكايرو كور 1، الكايرو كور ده انا عايزه يكون الروت برايمري لكل ال الفيلانز الموجوده. تمام، فانا هعمله ازاي كده بقى؟ ان انا هروح سبانينج تري روت سبانينج تري فيلان 10 و20 و30 و40 50 40 بس. تمام، برايمري ماشي روت برايمري حلو. طبعا لحد دلوقتي لسه ما كريتش الفيلانز، اوكي لسه ما كريتش الفيلانز، بس انا كده بهيئ ايه اوضاع السبانينج تري. سبانينج تري لوب جارد، لوب جارد ديفولت بس كده. بعدين هبدا ادخل بقى ايه اعمل كونفيجريشن الترنكات والبورت شانل. تعالوا نعمل كده زوم عشان انا مش شايف البورتس كويس. ده ايثرنت 1 سلاش 0 ماشي، وده 1 0 سلاش 1 ل 2 ماشي حلو. تعالوا نمسك اللينك اللي رايح من كايرو كور الى ديستريبيوشن كام؟ الى ديستريبيوشن 1 تمام، اللي هو 1 سلاش 0 و 0 سلاش 3 انترفيس رينج 1 سلاش 0 و 0 سلاش 3 سويتش بورت، لا 0 سلاش 3 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك سويتش بورت ترانك اللاود فيلان 10 و 20 و 30 و 40، وبعدين اعمل بقى التشانل جروب بتاعتهم مود ديزايربل، لان انا هشغل هنا ايه باجب. كلام جميل. بعد كده اروح الى 0 سلاش 1 الى 2 اها، هعمل channel group 2 mood desirable. بس قبل ما اعمل mood desirable دي هعمل الترنك الاول كده switch port ماشي كده switch port، وانا بس اتاكد من الرينج الرينج صح. تمام، ترنك لا مود ترنك، وبعد كده switch port ترنك allowed vlan 10 و20 و30 و40. تمام، عظيم جدا. ثم بعد ذلك هعمل channel group 2 mood desirable. اها طيب، انا يعتبر فاضل بقى ان انا اعمل في تي بي، في تي بي دومين اخليه ارجع طب اكزت عشان الاختصارات تشتغل، دومين debugs-eg.com. تمام، في تي بي مود سيرفر هو اوريدي كده كده سيرفر باي ديفولت يعني، وبعد كده كريت الفيلانز بتاعتي، فيلان 10 نيم اي تي، فيلان 20 نيم سيلز، VLAN 30 نيم PR، VLAN 40 نيم HR. حلو قوي. انا يعتبر خلصت الكايرو كور. تمام، حلو. طيب بعدين هروح الى الديستريبيوشن بقى. طبعا انا عشان بس عندي بقى بصوا الدنيا عندي متلخبطه خالص يعني، ده اهو كده دول مع بعض ماشي، وبعدين دول مع بعض حلو، وبعدين ايه دول مع بعض برضو بس عشان بس الانترفيسز راكبه على بعضها، و 0 سلاش 3 و 0 سلاش 2 دول مع بعض، والباقي دول بقى ايه اللي تحت دول واصلين بالاكسس. طيب هروح بقى لايه
ل ديستريبيوشن 1 انترفيس انترفيس رينج ايثرنت 0/1 0 الى 1 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك وبعد كده سويتش بورت ترانك اللاود في لان 10 و20 و30 و40 عظيم. ثم بعد ذلك تشانل جروب 1 مود ادخلهم في بورت تشانل ادخلهم بورت تشانل 1 المود ديزايربل وبعدين رينج 2 الى 3 لا الى 3 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك بعد كده سويتش بورت ترانك اللاود في لان 10 و20 و30 و40 وبعدين هعمل channel group 2 mood desirable عظيم. بعدين هعمل spanning tree exit بقى هنا هعمل spanning tree loop guard تمام default. طبعا انا مش محتاج انا ما عملتش على الكور بتاع اليكس يا جماعه ولا هعمل على كايرو كور ولا ديستريبيوشن 1 و 2 البورت فاست لان البورت فاست ده بيتعمل على الاكسس بورتس. طب انا مفيش اكسس بورتس اصلا عندي اكتف موجوده على ديستريبيوشن 1 و 2 صح الاكتف الاكسس اللي هي موجوده السويتشات دي فانا هنا هفعل البورت فاست هنا وكذلك البي بي دي جارد. طيب عظيم لوك جارد ديفولت عظيم. طيب دلوقتي بقى هروح يعتبر انا كده خلصت ديستريبيوشن 1 لو جيت عملت بس ايه دو شو في تي بي ستاتس اها اها اهو لقط الفي تي بي لقط الفي تي بي لو جيت عملت دو شو في لان بريف برضو الفيلانز موجوده عندي اهو تمام. هو انا بصوا هي فيلان 40 مش موجوده تمام ليه بقى انا دلوقتي عملت الفيلان 40 بس انا لسه واقف على المود بتاعها. طب ارجع اكزت المفترض كده الكاريتت خلاص هتنزل في الجدول يعني اهو نزلت تمام. طيب حاجة كده ايه فور فون يعني نروح الى ديستريبيوشن 2 اها ماشي حلو قوي الايه شاشة الرفيعة دي رينج ايثرنت 0 ل 0 الى 1 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك سويتش بورت ترانك اللاود في لان 10 و20 و30 و40 اوكي تشانل جروب 1 مود ديزايربل على كده انترفيس رينج ايثرنت 0 سلاش 2 الى 3 شانل جروب لا مش شانل جروب سويتش بورت ترانك انكابسوليشن 1 كيو سويتش بورت مود ترانك سويتش بورت ترانك اللاود في لان 10 و20 و30 و40 دول اللي رايحين من ديستريبيوشن 2 الى ديستريبيوشن 1 وبعدين شانل جروب 2 مود ديزايربل عظيم. بعدين سبانينج تري لوب جارد لوب جارد ديفولت اها بس كده حلو حلو ماشي فاضل ان انا افعل انا محتاج ارجع تاني الديستريبيوشن 1 لان انا ما عملتش الترنكات بتاعت اللينكات اللي تحت تمام. طيب هي اللينكات اللي تحت فين بقى اللينكات اللي تحت انا ملاحظ ان هي كلها الموديول اللي بيبدا بواحد اللي هو ايثرنت 1 ل 0 1 سلاش 1 1 سلاش 2 1 سلاش 3 صح. طب ارجع كده للديستريبيوشن 1 يبقى هعمل انترفيس رينج من اول 1 ل 0 الى 3 تمام سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك بعدين شانل جروب لا مفيش شانل جروب هنا الواحد طبع ترانك اللاود في لان 10 و20 و30 و40 عظيم. هعمل نفس الامر هنا بقى انترفيس رينج 1 ل 0 الى 3 الى 3 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن 1 كيو سويتش بورت مود ترانك عظيم حلو بعد كده سويتش بورت ترانك اللاود في لان 10 و20 و30 و40 حلو. بعدين انزل الى سويتشات الاكسس سويتشات الاكسس بقى تبقى الدنيا بتاعتها سهله شويه هرجع الى هروح الى اكسس 1 انترفيس رينج ايثرنت 0 ل 0 الى 1 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك سويتش بورت ترانك اللاود في لان 10 و20 و30 و40 0 سلاش 0 ده اللي رايح من اكسس 1 على ديستريبيوشن 1 و 0 سلاش 1 اللي رايح من اكسس 1 الى ديستريبيوشن 2 عظيم. بعدين انترفيس ايثرنت 0 سلاش 1 لا 0 سلاش 2 اللي رايح الى جهاز الاي تي هدخله بقى ايه احدد المود بتاعه اكسس الاول بعد كده سويتش بورت ايه بيلان 10 سويتش بورت اكسس بيلان 10 وبعدين هعمل سبانينج تري لوب جارد ديفولت وبعدين هفعل هنا بقى الايه البورت فاست بورت فاست ديفولت وبعدين البي بي دي جارد سبانينج تري بي بي دي يو بي بي دي يو جارد ايه في ايه اه طيب
سبانينج تري. ماشي بورت فاست في فيديو جارد ديفولت. اها حلو، انا كده خلصت اكسس 1، هروح الى اكسس 2 0/0 0/1 الرينج ان ده الترانكات سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك كسويتش بورت ترانك اللاود في لان 10 و20 و30 و40 وبعدين 2/0 2/0 اعتقد يعني كله على 2/0 اصلا. ده سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس في لان 20، ده دخله على في لان 20 اللي هو السيل اللي ده واصل بجهاز السيلز. اها طيب اروح الى اكسس 3 انترفيس رينج ايثرنت 0/2 سويتش بورت، لا رينج الاول 0/0 الى 1 الترانكات سويتش بورت ترانك انكابسوليشن 1 كيو سويتش بورت مود ترانك سويتش بورت ترانك اللاود في لان 10 20 و30 و40. عظيم. طيب ثم بعد ذلك اروح الى انترفيس ايثرنت 2/0 سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس في لان 30 ده رايح للبي ار. انا عملت السبانينج تري في انا عملت السبانينج تري على الاكسس 1 اها بس ما عملتوش لا على 2 ولا 3. سبانينج تري السبانينج تري كونفيجريشن طيب لوب جارد هو المفترض قال لك ان في السايد ده شغال بي في اس تي. طب اصلا باي ديفولت البي في اس تي شغال على السويتشات الاي او يو هنا تمام، فعشان كده انا ما عملتش سبانينج تري مود بي في اس تي ديفولت. بعد كده سبانينج تري بورت فاست ديفولت، بعد كده سبانينج تري بورت فاست بي بي ديو جارد بم 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 ديفولت. اها طيب بعدين اروح الى اكسس 3 نفس الكلام سبانينج تري لوب جارد ديفولت، بعدين سبانينج تري بي بي دي لا سبانينج تري بورت فاست ديفولت، بعدين سبانينج تري بورت فاست بي بي ديو جارد ديفولت. اها وبعدين اروح الى اكسس 4 بقى رينج 0/0 الى 1 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن 1 كيو سويتش بورت مود ترانك سويتش بورت مود ترانك سويتش بورت ترانك اللاود في لان 10 و20 و30 و40 وبعدين هروح الى انترفيس ايثرنت 2/0 الاكسس سويتش بورت مود اكسس في لان اكسس بعد كده سويتش بورت اكسس في لان 40 وبعدين سبانينج تري لوب جارد ديفولت وبعد كده سبانينج تري بورت فاست بورت ايه ده سبانينج تري بورت فاست ديفولت بعد كده سبانينج تري بورت فاست بي بي ديو جارد ديفولت. عظيم. عايز ادي اس في اي، يعني انا عايز ادي اي بي لاي فيلان موجود على السويتش تمام، اي فيلان مش شرط كل الفيلانز تمام. ليه؟ عشان انا بحب اتلنت على السويتش يكون معايا الاي بي بتاعه. وكذلك ما تنساش انك تحدد الديفولت جيت واي بالنسبه لكل سويتش. تعالوا نبدا من ماشي تعالوا نبدا من اول كايرو كور تمام، اديله كده ايه اي بي. ممكن ادي لهم اي بيهات في رينج فيلان 10 تمام، يعني كله ياخد في ايه في فيلان 10 يعني اوكي. اي بي ادرس 172.16.02 المفترض دوت 192 اوكي نو شوت. بعدين نروح الى ديستريبيوشن 1 172.16.03.55 192 نو شوت اوكي. وبعدين بس الاول بس كايرو كوره حدد له الديفولت جيت واي ديفولت جيت واي الاي بي بتاع ديفولت جيت واي بتاع الراوتر بتاع ديفولت جيت واي بتاعك يا كايرو كور هو 192.16.01 وبرده نفس الكلام اروح الى ديستريبيوشن 1 اقول له ارجع اكزت كده اي بي ديفولت جيت واي 192.16.01 طيب هروح الى ديستريبيوشن 2 انترفيس في لان 10 اي لا في لان 10 اي بي ادرس 172.16.0 المفترض ده خد دوت 2 وديستريبيوشن 1 خد دوت 3 ده ياخد دوت 4 تمام نو شوت. بعدين اي بي ديفولت جيت واي 172.16.01 اروح لاكسس 1 انترفيس
في لان 10 اي بي ادرس 172.16.0.5 اها دوت 102 دوت 192 نشط بعدين اي بي ديفولت جيت واي 172 اي بي ديفولت جيت واي 172.16.0.1 انا هنا حددت الديفولت جيت واي برضو على ديستريبيوشن 2 كذلك اكسس 1. طيب هروح الى اكسس 2 انترفيس في لان 10 اي بي اد 192.16.0.6 اها نو شوت وبعدين اي بي ديفولت جيت واي ديفولت نعمل اكزيت بس عشان ايه الاختصار يشتغل اي بي ديفولت جيت واي 172.16.0.7 وبعدين اكسس 3 في لان 10 اي بي اد 192.16.0.8 255.192.192 وبعدين نو شوت اكزيت اي بي ديفولت جيت واي 192.16.0.1. طيب وبعدين هنا بقى اخر واحد اي بي اد ماشي انترفيس بلان ها 0 هو كان ده 0 كام ده كان 0.8 تقريبا ده يبقى 0.9 نو شوت وبعدين اكزيت اي بي ديفولت جيت واي 192.16.0.172.16.0.1 حلو قوي. بعدين اروح الى السويتشات برضو اللي هو الاليكس هنا بقى الاليكس كور اي بي اد لا انترفيس الاول في لان 1 اي بي اد 192.168.0.2 لان دوت 1 ده اللي واخده الراوتر 240 لان ده سلاش 28 نو شوت وبعدين اكزيت اي بي ديفولت جيت واي 192.168.0.1. طيب هروح الى بقى اليكس اكسس 1 في لان 1 اي بي ادرس 0.2.0.3 242 نو شوت اكزيت اي بي ديفولت جيت واي 192.168.0.1 وبعدين اروح الى اليكس اكسس 2 بي لان 1 لا انترفيس بي لان 1 اي بي اد 192.16.0.4 اها 240 نو شوت اكزيت اي بي ديفولت جيت واي 0.1 اها. طيب دلوقتي ايه اعتقد كده الدنيا ظبطت معايا واديت الاس بي ايز. اخر حاجه بقى نعمل ايه كونفيجريشن البورت سكيورتي. تعالوا نعمل الكونفيجريشن بورت سكيورتي الفايوليشن بتاعتها نخليها شوت داون ونخلي الماكسيمم نخلي الماكسيمم 2 اوكي نخلي الماكسيمم 2 وكذلك نفعل الاوتو ريكفري تمام. طيب نبدا من اول ايه نبدا من اول ايه تعالوا من اول اليكس اكسس 1 اوكي انترفيس ايثرنت وانس لزيرو سويتش بورت مود اكسس لازم البورت سكيورتي لازم افعله تحت الايه الاكسس. طيب في جزئيه هنا في انا بس انا عملت الـ انا وانس لزيرو دخلت عليها في الاليكس كور تمام واصلا وانس لزيرو داخله باندل في ايثر شانل تمام فهي بقت اكسس وايثرنت يوز لس 3 بقت دايناميك فكده في مس ماتش. طيب ارجع تاني اعمل سويتش بورت مود ديزايربل ولا دايناميك دايناميك سويتش بورت مود طيب ممكن اعمل نو سويتش بورت مود اكسس بس كده الغي كده الامر ده. طيب المفترض ده يتعمل على اكسس 1 انا كنت داخل بس بالغلط وانس لزيرو سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت افعل البورت سكيورتي وبعدين احدد الماكسيمم بورت سكيورتي ماكسيمم خليه 2 سويتش بورت بورت سكيورتي ماك ادرس ستيكي خليه سيف الماك ادرس يعمل كده ماك ادرس فلترنج وبعد كده الفايوليشن بقى بورت سكيورتي فايوليشن شوت داون وبعدين اعمل الايه اعمل الاوتو ريكفري تمام اعمل اير ديسيبل ريكفري الانترفال اخليه 30 سكندز تمام وبعدين اير ديسيبل كوز اير ديسيبل ريكفري كوز بي اس كيور فايوليشن بورت سكيورتي فايوليشن. حلو طيب ممكن اعمل كده ايه بقى دو شو ران
حلو حلو، اهو ده الاوتو ريكفري. اخده كده بقى ايه، عشان انا كده هكرره على يعني اكرره 5 مرات، فلا انا اخده بقى ايه كوبي بيست كده يعني. تمام، نروح على اليكس 2. انا برضو ممكن اعمل ايه بقى يعني، ممكن مثلا في التكستايه دي اعمل كده ايه سويتش بورت مود اكسس كده، سويتش بورت سكيورتي كده، سويتش بورت اها بورت سكيورتي ماكس 1، سويتش بورت سكيورتي ماك ستيكي، وبعدين سويتش بورت سكيورتي فايوليشن شوت داون. تمام، وبعدين ده الاوامر بتاعت الاوتو ريكفري. انا ادخل ده بقى على ايه كل انترفيس اكسس عندي. تمام، موصل زيرو هنا. اها، هو في هنا جزئية بيقول لي ايه، بيقول لي كانت باندل. باندل ايه بقى؟ بيقول لك 0 سلاش 1 مش كومباتيبل مع 0 سلاش 0 and will be suspended. 0 سلاش 1 ده ترانك، و 0 سلاش 0 ده اكسس. طيب نخش انترفيس 0 سلاش 0 نو سويتش بورت مود اكسس. حلو، بس اعتقد كده مش ايه كده الاثنين المفترض كده بقوا ترانك. طيب على اكسس 2 خش بقى انترفيس ايثرنت 1 سلاش 0 اها، ونرمي كونفجريشن بورت سكيورتي، نرمي كونفجريشن بورت سكيورتي كوبي اها، وندوس انتر هنا وبعدين ناخد الكوبي عشان كده يعمل لي انتر. تمام، كوبي اها، حلو جدا. طيب نروح بقى على ايه كايرو اكسس 1. تمام، ممكن نعمل هنا انترفيس لان كلهم على انترفيس 2 سلاش 0. تمام، انا هروح هنا اها كنترول سي، وبعدين هروح بقى ايه على اليكس 1 اها، عظيم. بس هنا ندوس انتر عشان يعمل الانتر بدل ما انا ادوس، لان انا لو ما حطيتش الايرو هنا وحطيته هنا بقى الامر ده هحتاج ادوس عليه انتر. تمام، عشان يتنفس، فانا بحط هنا وبعدين اخد كوبي. تمام، وبعدين اروح الى ده، عظيم، وده عظيم، بعدين ده عظيم جدا. بعدين يعني يعتبر كده خلصت الكونفيجريشن كلها. اياك تنسى الكوبي، اياك تنسى الكوبي حتى في الامتحان الدولي، اياك تنسى الكوبي. تمام، دو رايت دو رايت دو رايت، لو دو رايت ما نفعتش معاك اعمل كده كوبي ران ستارت، مش العكس مش العكس. تمام، كوبي ران ستارت. طيب وهنا دو رايت، وهنا دو رايت، دو رايت يعني دو رايت يعني رايت ميموري. تمام، والدو عشان انا بكتبه في يعني ليفل اعلى من البريفليج. برضو اليكس كور بيقول لي 1 سلاش 0 از نوت كومباتيبل وذ 0 سلاش 3، 1 سلاش 0 ترانك و 0 سلاش 3 از اكسس. طيب 0 سلاش 3 نو سويتش بورت مود اكسس. اها، طيب هنا نعمل دو رايت، وهنا نعمل دو رايت، وهنا نعمل دو رايت. بس الاول بس اتاكد كده من الكور، هعمل كده ايه سويتش بورت ايثر شانل، عايز اتاكد من الايثر شانل سامري. اس دي الدي ده في بورت شانل 1 0 سلاش 1 تمام، هما دول اس. الاس دي بقى تعالوا بقى نكبر التيرمينال عشان بس نشوف. الاس سمول دي معناها سسبندد. ده ليه بقى؟ طيب تعالوا نعمل شو انترفيس 0 ايثرنت 0 سلاش 1 سويتش بورت. اها، دايناميك ديزايربل سسبندد ممبر اوف باندل بي او 1. اوكي، الاوبريشنال مود داون. طيب اوكي، هو فين؟ ماشي، هو ده 0 سلاش 1، 0 سلاش 1 ده اللي واصل فين؟ 0 سلاش 1 ده اللي واصل هنا. طيب انا عشان بقى ايه ما اوجعش دماغي، تمام، فانا هضطر بقى اعمل كده كونفي تي انترفيس رينج انترفيس رينج اوكي 0 سلاش 0
لا مش زيرو سلا زيرو، ممكن نعمل كده زيرو سلا تو، ماشي ممكن نعمل زيرو سلا زيرو، اوكي ماشي. الى 3 1 سلا زيرو بي ايه، زيرو سلا 3 اهو 1 سلا زيرو، ايثرنت ماشي. سويتش بورت ترانك انكابسوليشن تون كيو سويتش بورت مود ترانك، اها حلو ماشي. وبعدين اروح الى الاكسس رينج من 0 سلاش 0 الى 3 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن تون كيو سويتش بورت مود ترانك. وبعدين اروح هنا انترفيس رينج يسمى 0 سلاش 0 الى 3 سويتش بورت مود ترانك انكابسوليشن تون كيو سويتش بورت مود ترانك. اها عظيم. المفترض كده بقى يشتغلوا البورت شانلز، المفترض كده تشتغل. اها تمام تمام تمام. اروح هنا بقى ارجع شو ايثر شانل سمري، اه اس دي برضو. في ايه بقى؟ بيقول لك داون، مفترض الادمنستريتيف ترانك، لكن هو بيقول لك داون. ممكن نستنى شويه سمري برضو. هو في مشكله في بي او 1 ده اللي وصل ما بين اليكس كور والاليكس اكسس 1. طيب تعالوا نبص كده على اليكس اكسس 1 ده كده. شوز ايثر شانل سمري الاثنين اس دي اصلا. طيب ممكن نعمل كده كومبتي دو شو اي بي انترفيس بريف. طيب انترفيس بي او 1 شت نو شت، وانترفيس بي او 2 شت نو شت. اها ونروح هنا برضو انترفيس بي 1 شت نو شت، انترفيس بي او 2 شت نو شت. بعمل كده ريفرش نو شت. بعدين الكور كومبتي انترفيس بي او 1 شت نو شت، و بي او 2 شت نو شت. في ايه المشكله بقى هنا؟ بيقول لك ان بورت شانل 2 doesn't match internal slot port 0 slash 1. طيب لو انا جيت عملت دو شو ران حلو، انا المفترض بورت شانل 1 دي واصل عليها 0 slash 1 و 0 slash 2. طيب فين 0 slash 1؟ اهو ماشي مود اكتف، وهنا اكتف. عظيم عظيم تمام. قصادهم على الاكسس، على الاكسس 1 0 سلاش 0 0 سلاش 1. فانا هعمل برضو على الاكسس 1 ده، هعمل انا كده. على فكره يا جماعه انا بعمل ترابل شوت، في مشكله عندي البورت شانلز مش شغاله تمام. فانا بمسك بورت شانل 1 على الكور وبعمل بقى ايه، بتتبع المشكله. اوكي ماشي اها 0 سلاش 1 اكتب. اوه 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 بصوا يا جماعه 0 سلاش 1 و 0 سلاش 2 المفترض اهو 0 سلاش 1 و 0 سلاش 2. لا ثواني، لا لا ده 0 سلاش 0 و 0 سلاش 1 صح كده اعتقد، كده صح 0 سلاش 0 و 0 سلاش 1 ماشي كده صح، و 2 0 سلاش 2 0 سلاش 3 فعلا صح. انا كنت فاكر ال 0 سلاش 1 و 0 سلاش 2 يكونوا المفترض في نفس الايه الجروب، لكن لا المفترض كده، ما كده المفترض كده الدنيا ماشيه تمام التمام. مال ايه المشكلة؟ شو اي بي انترفيس بريف. ماشي بورت شانل شغالة اهي. شو اي بي انترفيس بريف، البورت شانلز شغالة هنا اهي وهنا. ماشي ادمن سيسكو نيبل سيسكو. شو اي بي انترفيس بريف. طيب شو ايثر شانل سمري، اس يو اس يو ان يوز اهو تمام. ايثر شانل سمري، ايه ده يعني مش هنعمل تي شوت؟ تمام. تعالى هنا برضو، هما بس ايه وانس ان انا عملتهم ترانكات بعد ما كريت تمام. البورت شانل احتاج بس البورت شانل اللي انا اعمل له شوت داون نو شوت داون بس تمام. شو ايثر شانل سمري، السويتشات لا تعترف بالمنطق. طيب انا يعتبر كده خلصت
اتاكد برضه طبعا من البورت شانلز برضه على الكايرو كول، كايرو كور برضه اتاكد. اجيت كده على الكايرو كور عملت شو ايثر شانل شانل سامري اس يو اس يو عظيم. نو شو ايثر شانل سامري اها اس يو اس يو تمام. الاس يعني لاير 2 يو ان يوز يعني اكتف. شو ايثر شانل سامري عظيم. طيب اجرب مثلا، اجرب مثلا ابينج من كايرو كور على الراوتر تمام، من كايرو كور ده اجرب ابينج على الراوتر 01 عظيم عظيم. اجرب اخد بقى الامر ده كده عشان ايه كنترول سي عظيم. اروح بقى الى ديستريبيوشن 1 واجرب ابينج كده تمام، بيبنج يعني البورت شانل شغال تمام عظيم. لان ديستريبيوشن 1 عشان يروح للراوتر بيروح بالباندل دي اكيد مش دي لان ده الريدندنت لينك. اوكي طيب وبرده من ديستريبيوشن 2 انا بس بتاكد من الكونكتيفيتي يا شباب. اوكي تمام بيبنج الاكسس اها الاكسس بيبنج عظيم 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 تمام. ها اهو بيبنج برضو عمل بنج اهو تمام. الاكسس 3 اها ايه ده طيب بينج 172.16.01 عظيم. اكسس 4 اها بينج 172.16.01 اها. طيب اجرب مثلا من الراوتر ديباجز ده اتلنت على مثلا 172.16.02 تمام اللي هو كايرو كور اهو. دخلت كده اهو على كايرو كور اهو اهو عظيم. بصوا يا جماعه من الديباجز راوتر اهو من الراوتر عملت تلنت على كايرو كور تمام. طيب ارجع اكزت اجرب مثلا من كايرو كور اعمل تلنت على الراوتر 01 connection refused by remote host. طيب show run section line VTY من 0 الى من 0 ل 4 بصوا عشان انا عامل transport input SSH بس مش عامل تلت. طب لو جيت عملت line VTY بصوا تعالوا نلعب شوية تمام. لو انا جيت عملت line VTY من 0 لزيرو لا من زيرو بس اهو زيرو الزيرو بس وعملت ترانسبورت انبوت ترانسبورت انبوت تلنت اس اس اتش حلو وجيت عملت دوش وران تمام. خد بقى بصوا عمل لاين بي تي واي زيرو اكزاكت تايم اوت اهو عاش تمام جدا تلنت اس اس اتش وبعدين من 1 ل 4 انبوت اس اس اتش عملت الاو لاول سيشن بس تحصل على الراوتر تلنت تمام. وتاني سيشن هيبقى مقفول لها التلنت يعني. بصوا يا جماعه انا هجرب اتلنت من كايرو كور حلو المفترض يتلنت اهو بتلنت. طيب طيب تعالى من ديستريبيوشن 1 تلنت المفترض لا ما يتل ما عملش تلنت. بص كونكشن ريفيوز لانه بيخضع تحت قوانين وكومنز سيشن 1 حلو اللي هو انبوت اس اتش بس. طب تخيل لو انا جيت مثلا عملت لاين في تي واي 1 ترانسبورت انبوت تلنت اس اس اتش حلو المفترض ديستريبيوشن 1 كده يتلنت اهو معايا. ها وضحت يا جماعه الفكره. اما انا قلت لكم فاكرين في الاول خالص لو انا مثلا من 0 ل 4 عملت باسورد ومن مثلا من 5 لحد 16 عملت باسورد من 17 لحد 1899 عملت باسورد فالباسوردز مثلا سيسكو دي هتنطبق على اول 6 سيشن تخش وهكذا تمام. فانا عايزك تفرق ما بين اللاين الموجوده هنا تمام يعني الراوتر. اما انا عملت هنا تعالى الراوتر تاني عشان برضو الناس اللي مش مركزه ونكبر الايه التيرمينال عشان الناس اللي مش مركزه. لو جيت عملت شو ران تمام اها
لاين في تي واي 0 ل 1 ترانسبورت انبوت تيلنت اس اس اتش اهو، لان انا كنت عامل 0 مره وبعدين عملت اكسبت على التيلنت والاس اس اتش برميت على التيلنت والاس اس اتش وبعدين 1 عملت برميت على التيلنت والاس اس اتش بضم 0 و 1 مع بعض، لان اصلا من 0 ل 1869 واخدين نفس الكومنتس، ولكن لان 0 شز عن السيشنز الموجوده بالترانسبورت انبوت تيلنت، لان هو الوحيد اللي كان عامل برميت على التيلنت فشاله لوحده حطه في سطر لوحده، ولكن لما جيت عملت 1 زي 0 حط الاثنين مع بعض. تمام اها طيب دي الايه القصة. هعمل هنا بقى ايه رايت عظيم جدا. انا يعتبر كده صممت الانفرا بتاعتي يا شباب، انا يعتبر صممت الايه الانفرا بتاعتي. دي فكرة التشالنجينج لاب. فكرة التشالنجينج لاب ان انا بحاول اوضح لك يعني سوق العمل الدنيا بتبقى ماشيه فيه ازاي. ادينا اول ما دخلنا على شبكه بتصمم الشبكه على مستوى السويتشنج، احنا عملنا تصميم الشبكه على مستوى السويتشنج وكذلك الراوتر وفعلت الاوامر المهمه عندي في الراوتر، واشتغلنا على سبانينج تري بروتوكول البورت سكيورتي الايثر شانل والكلام ده كله. دلوقتي بقى الفيديو جاي باذن الله نبدا نشتغل على مايكروسوفت ويندوز سيرفر 2012، ولذلك هنا ياتي السؤال المهم، الفرق ما بين مايكروسوفت وسيسكو. مهندس مايكروسوفت بيجي على الشبكه وانس ان الانفراستراكشر جاهزه، يعني هو محتاج انك تسلمه النتورك ريتشبل، يعني جهاز لو اتحط خد اي بي وجهاز الناحيه الثانيه لو اتحط اي بي الاثنين يعرفوا يبنجوا على بعض. تمام، هو مسؤوليته بتبدا من وانس ما انت تسلمه الشبكه الكونكتيفيتي بتاعتها 100%. انا يعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.